انترنت قوي يكتب لنا دعوه. اي دول عنده انترنت تعبان تعال نلخص موضوع بتاع قالوا داري يشكلوا حكومه طبعا. ويقودوا كله 10 كوم يقودوا كده وكله 15 كوم نادوا اللي احنا قال له تعالى نحن نشكل الحكومه. طبعا الحكومه لو شكلوا ولا ما شكلوا من نفس الزول صح؟ نفس الناس نفس الزول القاتل ولدك شال اللي يروح الفاتحه وقال نفس الناس نفس في رقبته قلاده نفس الناس نفس عمك ذاك ما عارف من البوب ولا مولانا بوب ولا بوب ذاك نفس الناس نفس الوجوه نفس الملامه والشباب ما في جديد وكلهم انبطوا لحميتي قبل الكذي قبل كذي وكلهم مجرمين لا يمكن المجرم يجي يصلح على الاطلاق لا يمكن. حبابك الف اخبارك ان شاء الله طيب الحمد لله تفضل والله تحيه لك يا اخي وان شاء الله ربنا يوفقك يا اخي تحياتنا والله تفضل يا اخي رسالتي لكل الشعب السوداني انه الجنجويد دي ما مشكلة دارفور برا مشكلة الشعب السوداني كله نتمنى اي زول يشيل سلاحه ويحافظ على نفسه ويحافظ على اهله والله هو لو نحن شلنا السلاح يعني اقل من شهر نقوم قومة واحدة والله قومة واحدة حتشوف في الناس اتجاه قرب دارفور بعد قومة دي يمكن سميت انت اي سمعت اي مشاهد انا متابع عديل ندقهم ندقهم تدخن كده لكن نشيل سلاح نحطه في بيت في بيوتنا نسويه شنو؟ بيت ده سوي شنو؟ سلاح يحطوه في البيت عشان يضربوه في الاعراس السلاح يضربوا به الجنجويد ده للناس تقوم قومه واحده تنتهي منه وخلاص لكن عسي دارفور تقوم الشمال ما يقوم الوسط ما يقوم اها بيطلعوا كيف الناس دي؟ ما بيطلعوا نعم الله يديك العافية يا أخي ما نطول عليك وندي الفرصة لناس ثانيين شكرا تحياتنا تفضل يا حبوب مرحب كمبا أبارك يلا بزر تعليقي بعد ما حمدتي ومشى الجنين وأمر المصالحات الزائفة وزغرت وكورك واي بعد هات في الآخر هاي حصلت لو لاحظت قبل في المؤتمر الصحفي اللي عم نتكلم في ناس أدت ما شحته والله المهم في ناس موحت له انه اصلا كان خطابه اللي يتكلم في العساكر وكذا فبدا يقورك انا ما كان قصدي كذا المهم يعني ملخص كلامه الناس اعتبرت وحاسه انه في تكوين حكومه جديده وحاجه كذي والناس دي اصلا شايله معاه وقديم وحاسه تهت جاته اخبار انه كان افتكيم فتوى مش كويسه وطلعوا اي كلام فمش بردخ هناك دي حاجه واحده الحاجة الثانية يا جماعة الموضوع حرب الإصابات ما هي حكاية ما صعبة وزي ما في مخيولتك يعني أنت ما زي ما هو فيلم أمريكا ولا فيلم هندي عشان أنت جنوب تمشي بخيالك بعيد الحكاية حكاية إنه شو تجمعات بسيطة يا جماعة يا 15 عربية 20 عربية بوكسي إن شاء الله موديل 99 كل وزلات 20 عربية بتكفي شنو لكم 2 3 أبوك الكل بتاع 40 15 سلاح خلوكم شنو يشتغلوا نحب مع أيام الخريف ده بس في الغرة ده كده حاجين ساي كده يا جماعة اتجاه طويل اتجاه الفاجر اي اتجاه ده بالنسبة للزرقة تمام يا اخي مصارب اللي بيتو في الغرة ده ما موافق في الغرة بعمل شنو يا جماعة ما سألكم زادهم سكوتوا يا جماعة زبطوا شيلوا حقهم عاملوا نظام تراكي نظيف في دولة ليبيا ده يا جماعة الجماعة ده اشتغلوا مع نفسهم نظيف كده انت لا تفهم 200 والله الجماعة ده كده تقوم هنا في الجنينة شوف الكورك والزغرات اللي في نيجر اللي في تشاد اللي في مالي انت زول ده موهوم بعدين يجيك واحد من الشباب اللي يجيك واحد ارزغي او فلنجاي يقول لك ليه ما تدعي للسلام وتوحيد زرقة بتاع شنو ده كلام فارغ انت زول ده غبي ما عندك موضوع كده خلي لايفات احمد كسل انا بنفترض انك مش ميت ولا احمد كسل قول انفر قول اي حاجه كده بس وعي كده بس انت في المنطق وفي كزول وعي وعيان كده بتفهم كده شوف الجماعه دي دقولهم جماعه كم 18 نفر اوكي دقوهم وين في الجنين المهم هم سودانيين كده اشوف الناس الزغره ده افادات وسند ووقوف من جهات من كل الجهات ده كده ده شنو ده توحيد ولا شنو في رايك شنو تمام عشان الزغاوه تقوم هناك في هدوء تشاد يهود تقوم انت بجاي في زمزم ده شنو كده بس انت اي عسكري قاعد تحت امرد مني انا داير الكلام ده خاص لك كده انت مني ده خدته لي بعيد وخدت احمد كسل بعيد وخدت اللايفات وخدت الوعي انت فلنفترض انك جاهل زي زمان مغبش الوعي ما جاء كده بس بتفسر الموضوع ده شنو مشكله بين كلانك انت العشيره اللي هي الزغاوه دي في حدود تشاد تمام الناس جت تقول انت في زمزم انت علاقتك شنو بحدود تشاد انت علاقتك شنو كده فسر الموضوع ما انت زغاوي انت ما زغاوي صح ولا ما صح فيا جماعه افهم كلامي الحكايه هم شنو حكايتهم واضحه تخليصهم بيك شنو تخليص
نبدا جانتي عشان ما تواصل طوارئ، احفظ نقاطك ونرجع لك ثاني. خليك قاعد. مرحبتين. كيف الحال؟ السلام عليكم احمد. حبابك الله. خير ولا كيف الحال؟ الحمد لله. الله تفضل. انا برا في التشكيل الجديد، حكومه جديد بدأوا فيها التشكيل فوق ده. انا شايف انه اخطاء اللي ارتكبوها في دستور الدوله بيصلحوا لعنه حسن ناس حسن صاتي، حضروا كل الدوله قام فوق وقال حسن صاتي كتب دستور غلط، لكن حس حاليا انا شايفه بيراجعوه، وبعدين الجيش بيشيلوا برا من السلطه. يعني هنا في الدستور ده يكتبوا انه الجيش خارج السلطه، دي حاجة أنا لو. شايف إنجاز. معلش للمقاطعة، بس معلش بس أديني ممكن دقيقة على في نقطة كده. ما فصل السلطات دي اسمها صح؟ يفصل السلطات ويفصل المؤسسات، يشيل الجيش هنا برا، يشيل الجيش بالوثيقة الدستورية حقتهم. أيوه. وبعد ذاك يجوا. خالد السيدي قال يا أخي نحن كبرلمان كده جينا قعدنا كمدنيين وما عندنا سلاح، والدعم السريع ده حق حميدتي واخوه، ما زي الحركات المسلحه وما زي الجيش. الجيش ده ممكن تستنبط منه ناس نضاف ونكيل القدام، يتقاد هيكلته وسياقته من جديد. وممكن الحركات المسلحه ما تخاف منهم، ممكن لو في اصلا حكومه قوميه بيدمجوا قواتهم وبيسرحوها. دي ما دار اثنين يتغلطوا، ناس دارفور ديرنا الامن والاستقرار. لكن حميدتي ده الجيش حقه ده خرفت من زمن عمر البشير، كان لقاء ما طاهر التوم في اس 24 ولا خالد تاريخ الليله، والقروش اللي اتكبت في يده. يعني انت لما دير تجي تعمل جيش، معلش بس اسمح لي بس دقيقه واحده عشان الخص الموضوع ده، عشان دير تجي تعمل جيش قومي وطني موحد بر من اي مليشة وتنزع السلاح من جميع المواطنين، يجي يفرش الفرشات يحط لك السلاح. حميدتي هنا انت حتجرده من السلاح، حتراجع ناسه، حتراجع الجنسيه، حتحاكمه ذاته لانه برضه اجرم، فما حيسلم لك. نفسي ارجع لخالد سيلك قال يا يكون عندك سلاح اكثر منه عشان تجيبه، ويا كمان هيقعد كده. يعني انت مش لو ادى له كل بيأدوا. اول حاجه الناس اللي الليل قاعده دي ما نافين، هو اصلا ما نافين. لكن طيب ما هو انت كده كانك يا ابو ما نافين. الناس اللي هسه قاعده جلسوا كلهم الناس التيم القديم، بس لكن في النهايه هم عرفوا انهم عندهم اخطاء في بقوموا بعملوا شنو؟ بدمج القوات المسلحه الحركات باسرع وقت، يعني بعملوها بقانون، وبالتالي بعملوها الجيش برا السلطه. يعني حاجات الاثنين دول بعملوهم، اول حاجه دمج جيش قومي واحد بسرعه، بعملوه في خلال شهر او 15 يوم فقط. نبدا جانس لاخونا ده يعلق في الموضوع وانت خليك قاعد، تفضل. تمام، بس مداخله شويه في الموضوع ده بحاجه بسيطه ومختصره كده. انت بتحكي عن دستور وبتحكي عن دمج جيش وبتحكي عن دوله. الكلام ده انت عشان يحصل اقلاها بين ليله وضحاها، فلنفترض بعد 10 سنين الشيء ده خليه يحصل، تمام؟ اللي بيحصل العواقب اللي بتجي بعد الشيء ده شنو انت عارف؟ حميدتي المشنقه، برهان المشنقه، امسك امسالم ده المشنقه، يجمع من انت زول ده ما واي. الكلام ده انا موضوع انه دستور ودوله ودمج، انا والله شايله بعيني من راسي. معروف يا جماعه الحكايه دي ما بتجي ترى بدبلوماسيه نهائي وحياه الله ما هتيجي. في زول بشيل برقبته بوديها حبل المشنقه، انت داير لك يمتي ده يجي يسلم لك الاسلحه ويقول لك ودوني انا كوبر هناك ودوني، عشان يقول انت زول ده ما واي. الكلام ده ما بحصل يا اخي. انت موضوع الدبلوماسيه وموضوع انه الدمج ده شيله بعيد. واضافه حاجه ديما انت في بسموها في لايفات انت بتجي بتفرز ناس الشمال يا احمد كسلة، بتقول انه في مصالح وفي مصالح. انا بقول لك كلهم حاجه واحده، بقول لك كيف؟ بالمثل نمسك بالبسيط، الجماعه جنجويد الارزخيه دي دقوا مين في الجنين؟ الجماعه ده كوره في كل الدول صح؟ تعال امسك ليه الشماليين دي، شفت العنصريه دي؟ هم وارثينا وراثه، فهمت علي؟ دي معلومات مغروزه في عقولهم وجاري في دمهم، دي جينات تابع لهم العنصريه، ونظرتهم لانسان الغريب وانسان الهامش انه هم زول، دي حاجات يتربوا عليها، فهمت؟ مفطورين عليها من اجدادهم. فيهال يا كسله انه شمالي مهما كان فقير وبسيط يجي يقول لك انت الغرابي
ويخلي اخوه عشان انت ما تبرزهم هم حاجه واحده. الفرق بينهم وبين الصف وشنو هاي؟ لكن خلي نلخص في الموضوع ده وندي فرصه لاخونا الجديد هنا. مرحبتين، ادونا فرصه. مساء الخير اخونا احمد كسر. صوت ساعتنا بالصوت، صوت الصوت لو ما في نشيلك برا ونواصل نحن. انت ما سامع ناسا؟ ايوه ارفع صوتك. ايوه، اول حاجه تحيه ليك وتحيه لاخواننا المعارف في اللايف هنا وجميع المستمعين. انا بصراحه يومي شايفك تطلع لايفات، وفي ناس كتار بيطلعوا لايفات بيتكلموا في مشكله دارفور. مشكله دارفور هي مشكله كل السودانيين، والسودان كله قاعد يعاني، ما دارفور فقط يا جماعه. نحن هسه بصراحه كده السودان ده يعني مستعمر منه استعمار، والاستعمار الجاي هيكون اصعب من الموجود حاليا. انتوا يا جماعه قادرين تطلعوا لايفات يوميا، وقادرين تجمعوا مليون جندي، وقادرين تشتروا سلاح. غالبكم حميديتي ده اغتياله ولا قتله؟ معلش للمقاطعة انت ما قلت انت كنت انتوا قاعدين تطلعوا لايفات يومي، انتوا ناس المليون جندي، انتوا ما قادرين يعني طيب انت يا طرف انت برضو واحد. دقيقة اسمع كلامي، بدي اكمل كلامي. دقيقة لحظة، لا دقيقة لحظة، ما انا قاطعتك ليه؟ انت ما انا ولا ما منو لما تقول لنا انتوا؟ اغتيال بتاع حميدتي ده، زول ده ما قصر قريب 5 لايف طلعوا انه يقتلوا حميدتي واحمد كسلا والثاني ده. ما تتكلموا كده ساكت، بطلقكم يا جماعه بالنظام. انا بطلع، انا بس كلمتين زياده وبطلع، انا ما ادري وزاد حبيبنا. انا دارنا اعرفك انت اول، انت ده ما انا واحد وانت واحد كده اتنين، ونحن كده في اللايف ده 4 في 1800 نفر يمكن.